السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع إنجاز قطب جامعي ببلدية سقهراس مكتمل لجامعة محمد الشريف مساعدية. وهذا القطب الجامعي يعني يتسع ل 8000 مقعد بيداغوجي، ومنه كاين 5000 مقعد راهي جاهزة انتهت الأشغال بها وسوف تفتتح في السنة الجامعية المقبلة إن شاء الله. إذن هذا هو تبقى قضية، احنا نتكلم على الجانب المعماري والهندسي والتهيئة، لابد من تهيئة هذا المجمع الجامعي والتهيئة الداخلية والتهيئة الخارجية، يعني من طرقات ومسالك ومساحات خضراء، وخاصة قضية التشجير، يعني لابد من خلق مساحات تشجير حول هذا الكومبيوس، هذا المجمع. إذن ولازم إدماجه كيعني مشروع، لازم يدمج في يعني البلان ديريك، يعني البلان جينيرال، المخطط العام اللي يعني تشغيل الأراضي في مدينة سقهراس، وكذلك يعني بالنسبة للولاية تاع سقهراس يكون فيه مخطط عام للتهيئة العمرانية. إن شاء الله كل هذه الجوانب تكون تؤخذ بعين الاعتبار. أترككم في رعاية الله وحفظه، ومع بقية هذه الفيديو، السلام عليكم.